السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان ديالنا، نهاركم مبروك، كنتمنى الله سبحانه على خير وبخير وفي صحة جيدة رب العالمين. كنشكر جميع المتابعين ديالي داخل الوطن وخارج الوطن. الإخوان ديالنا اشتركوا معكم هذا الفيديو هذا، وكنقول لكم نهاركم مبروك، الله يجعل ربي يتقبل منا ومنكم وجميع المسلمين رب العالمين. اشترك معكم إن شاء الله الفيديو ديالنا اللي هو ديال تعمير البوال إن شاء الله. البوال كنشوفوا البوالات عندنا هما مضروبين كاملين، جي هاد لافاساد اللي كانوا باقيين لنا هما اللي كانوا باقيين عندنا، حنا دوزناهم الحمد لله. هو اللي كان صراحة هاد المرة كتكون فونداسيون كتكون صعيبة وصعيبة جدا على حسب الجو، الشتا شوية ولا زعما ربي يرحمنا. دوزنا سكرفيسة واحد شوية صراحة، هنا مع الطراب كيعود علينا. بعد الفيديو ترى نزلت لكم كيفاش صراحة، ولكن الحمد لله دابا كلشي تسجلت الأمور. ردينا خدامين دابا في جهة لافاساد هي اللي باقا لنا، هذا البول هنا عندنا غادي على الجهة ديال الشارع، وهذا عندنا واحد البول كيطلع هذا هنا كيطلع حتى للكالا، عشان الهبطة ديال الدروج كيكون فيها الهبطة ديال الكالا عفوا، فيها البول على جوج جهات باش تكون صحيحة. حنا دايما كنعطيكم مزيان إن شاء الله يا ربي. هذا البروجي ديال العوامة لهاد المحطة قرب من سوق كاسا براطا، وكما قلنا لكم نعطيكم فيديو ان شاء الله يا ربي اللي غنوجدو لكم على حسب الشوفة او برطمات للبيع. نعطيكم ان شاء الله الفيديو ديال هاد البروجي هذا. والناس اللي كيسولونا دائما راه غادي كاين الجديد ان شاء الله، والثمن غيكون ثمن مناسب. حنا الخدمة هادي راه خدامين فيها الحمد لله، عارفين شنو فيها. راه شحال عدد الناس كيسولونا على البرطمات، ولكن صراحة كاين ما يدار، ولكن اللي خص الوقت باش تسارى باش تصور تعطي الناس، هنا صعيب الحال صراحة. حنا الخدمة ديالنا ما كتسمحلناش الوقت والظروف، حنا كيما كتشوفو معانا اللونغرينس هما هذا عندنا كلشي من كوفراج. هاد البول هذا نعمرو، حنا كنعطيكم الجديد دائما، كنقربكم الجديد. ما تنساوش تابونو معانا وتخلينا واحد اللايك واحد التعليق، واللي بغا شي حاجة مرحبا بيه. المهم جامع الخدمة ديالنا راه كلشي هو هذا، الناس اللي كيعرفونا الخدمة ديالنا خدمة بنفسية الحمد لله، وخا عندنا ما شاء الله شوية الخدمة هنا وهنا وهنا، ولكن الحمد لله راه الأمور كاملة غادي مقادة. جينا أنقص مع هاد السكن هذا، السكن هذا على الشارع الكبير اللي كيطلع المحطة، وحنا في الدار ديالو. بالنسبة للشارع هنا ديال 25 راه الشارع كبير، جات أنقص مع الشارع اللي كيطلع هنايا، راه بحال اللي مسمشين، غيكونوا مسمشين وشي حاجه في مستوى اللي غتعجبكم ان شاء الله. خليكم تتابعوا معنا، حنا نعطيكم اللقطات ديال البروجي ديالنا هاد الخدمه. الاخوان ديالنا كما تبعتوا معنا، حنا عمرنا البول ديالنا ان شاء الله يا ربي، مابقاش يحسوا بزاف. هذا اللي كان الامور كامله دايزه في السلام والبروده تبارك الله. اليوم ما شاء الله كاين شويه الريح، ولكن صراحه حصل نهار مبرد كنعمروا غير بالبوطونيه هاد النهار هذا، حكاش قرابين اللي كيكون البعد كنعمرو ببومبا. دابا الحمد لله هو تكون كيشتغل معانا كلشي قريب، الدراري خدامين الله يرزق الصبر والصحة والسلامة. كنشكر الكيب ديالي كامل، كنشكرو كاع جميع الدراري اللي كيخدمو معايا لعمرها سلعة صراحة، وحنا حتى حنا كنتعاملو مع جميع الناس، والله العظيم ربي يتقبل منا ومنكم جميع المسلمين رب العالمين. هما تاني الله عمر راس العصر راه حسن دري كامل اللي كيخدموا معانا، حشموا شي بينا وفي اي ساعه احتجناهم كنجبروهم صراحه حسن. هذا اللي كان الاخوان ديالنا، كنتمنى الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، ونكون على حسن الظن ديال الجميع، وكنشكر لكم جميع المتابعين ديالنا دائما. اللايكات الله يخليكم اللايكات، والجديد دائما ان شاء الله يا ربي، واللي بغى شي حاجه راه كنبغيكم مرحبا بيه دائما، على راسنا وعينينا، والله يوفق الجميع، تهلاو لي فراسكم.